السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض درس اوتوكاد او كورس الاوتوكاد. هنكمل النهاردة الدرس الثاني في موضوع الاوتوكاد. خدنا المرة اللي فاتت ازاي نرسم بولي لاين. قلنا البولي لاين هو عبارة عن خط متصل، يعني كله قطعة واحدة فقط لا غير. هنكتب بولي لاين النهاردة PL، تمام، ونعمل كده 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 وادوس اسكيب او انتر. ده بولي لاين. طيب انا عايز اغير في سماكة الخط ده، السماكة بتاعته، تخنه او اغير في لونه، اعمل ايه؟ هضغط عليه كليك يمين، هعلمه الاول، احدده الاول، واضغط كليك يمين واجيب بروبرتيز، واجي هنا الاقي في القائمة اللي ظهرت لي ديت هنا لونه. لو ضغطت هنا عايز اخلي لونه مثلا احمر. طيب عايز اعمل اغير الثيكنس بتاعه. عندي هنا حاجة اسمها اللاين ويت، حضرتك تضغط عليها كده وتبدأ تغير في السماكة بتاعت الخط. مثلا السمك ده مثلا كده، عايز تحدد شقة، عايز تحدد حاجة معينة على الرسم، تبقى معاك بهذا الشكل. طيب احيانا السماكة بتاع الخط دي متظهرش معاك، هتبص تلاقي المفتاح اللي هو تحت الرمز بتاعه ده شو هايد اللاين ويت مش متفعل معاك. حضرتك بصيت كده انا فعلته، كده انا شلته، تمام تمام طيب انا النهاردة عايز ارسم خط زي ده. ارسم خط وعايز اعرف طوله. الطول بتاعه اعرفه ازاي؟ الطول بتاع الخط او طول حاجة معينة موجودة، بكتب دي اي ام، بيظهر معايا قائمة زي ما انا شايف. دي اي ام ده بيقيس لي البعد او المسافة بتاعت الطول بتاع الخط ده، تمام. فانا لو ضغطت انتر لما بيستجيبش معايا، اعمل بالاسكيب لحد ما انضف الكوماند ده خالص، ما يبقاش فيه اوامر خالص. دي اي ام انتر، بيقول لي حدد لي. المفروض ان هو بيحدد دي اي ام طول خط افقي. نقول دي اي ام تاني واحدة، بس لحظة واحدة اللي هي دي. فهضغط هنا وهضغط هنا، يظهر معايا الطول بتاعي. هدخل بالزوم كده، بص تلاقي حضرتك ايه 12 و17. 12 و17 متر او انش على حسب الوحدة وكده. وحط لك الديامتر بتاعك او الدايمنشن بتاعك، حط لك الدايمنشن بتاعك على الايه، على طول الخط. ممكن اعمل دي اي ام تاني برضو واختار ده كده، احدد البعد الافقي. ناخد بالنا الطول اللي موجود معايا اهو، تمام، طول افقي، مسافة افقية. طيب لو عايز عندي خط زاوية مثلا وعايز اعرف هي قياس الزاوية دي كام، قياس الزاوية دي كام، بكتب دي اي ام برضو، بس في الحالة ديت انا بختار الانجيولر اللي هي الزاوية، قيس لي الزاوية. بيطلب منك تحدد الخطين بتوع الزاوية اللي انت عايز تقيسها. هو قيس لي دلوقتي الزاوية دي اللي بره، عايز اقيس اللي جوه، خش على اللي جوه. حضرتك تبص 50 درجة، تمام، اللي بره طبعا 130 درجة، لان الاتنين دول مع بعض 180. تمام كده، يبقى انا عرفت ازاي اقيس طول خط، اقيس زاوية، اعرف ده كله ازاي. هنيجي دلوقتي الامر اسمه يونت. دلوقتي بقول لك الطول بايه، بالانش ولا بايه. هنكتب في الكوماند بار، اتاكد انه نضيف كده زي ما احنا شايفين، واكتب يو ان. هتلاقي اول واحده طلعت معاك يو ان وانتر. تختار حضرتك ده الانجل اللي هي الزاويه، وده الطول بتاعك اليونتس تو سكيل انسيرتد كونتنت، الحاجات اللي انت عايز تدخلها، عايز تدخلها بالمتر ولا بالانش ولا بالفيت ولا بالملي ولا بالمليمتر، الكلام ده كله تحدده حضرتك، تمام. يبقى يو ان وانتر وتبدأ تتعامل معاه. طيب انا دلوقتي عندي الدايمنشن ده مش باين قوي، فعايز اكبره، عايز اكبره، اعمل ايه؟ في امر اسمه سكيل، سكيل اس سي وانتر، تمام، اس سي يعني سكيل، انتر. حضرتك
بيقول لك يطلب منك سيلكت اوبجكت عايز تكبر ايه، فتقول له ده تمام، وبعدين تضغط انتر تاني، وبعدين تقول له يقول لك عايز تزوده من اي نقطه، النقطه اللي انت عايز تكبره منها، فتحدد له النقطه دي مثلا، وتقول له مثلا عايز احدد اكبره 2 يعني ضعف اللي موجود، وتقول له انتر، يقوم يكبر معاك. وكذلك اي اوبجكت موجود معاك، يعني انا عايز اكبر فاقول اس سي، يقول لي اختار اس سي انتر، يقول لي اختار اخترت، اقول له انتر، يقول لي البيس بوينت فين، اقول له دي، يقول لي عايز تزودها بمقدار قد ايه، اقول له 2، اقول له انتر، يقوم يزوده لي. تمام كده. طيب عايز اقلل، عايز اقلل اقول له اس سي، واقعد اقول اخترت له الاوبجكت البيس بوينت بتاعتك ده، انا كنت هناك ضارب في 2، لا انا هنا هضرب في نص علشان اقلل. تمام كده. انا كمهندس كهرباء بصفه عامه ببقى محتاج اظبط شكل الحاجات اللي انا راسمها مع شكل الرسمه، العمليه بتبقى نسبه وتناسب. عندي اوضه مثلا عايز احط فيها كشاف هنا، فبحط الكشاف بحيث يبقى متناسب مع شكل الاوضه، فبقعد اجرب بالسكيل ده، اكبر شويه اصغر شويه لحد ما العمليه تبقى متناسبه معايا في الرسمه. بعد كده انا النهارده هنكتب امر بان، بان قلنا اللي هو اليد اللي بتسحب معايا الورقه او الصفحه، ده شكل ايه كشاف مثلا، وليكن ده شكل الكشاف. عايز ارسم الرسمه اللي موجوده معايا ديت تمام، بحيث اعمل كشاف او رمز معين احطه في المفتاح بتاع الاوتوكاد الناس تعرف. عايز اعمل الشكل ده، ركز معايا في الاوامر وحاول تكتب الاوامر ديت في ورقه، وان شاء الله الله المستعان. هنقول عايزين نرسم الشكل ده. اول حاجه لو بصيت هتلاقي حضرتك في مستطيل، في خطين، في سيركل دايره، في هاتش اللي هو التهشير اللي موجود ده. الكلام ده كله اعمله ازاي؟ في البدايه عايز ارسم مستطيل، عايز ارسم مستطيل، بكتب ار اي سي اللي هي ريكتانجولر اللي هو مستطيل، اختصار لكلمه مستطيل. انت تحفظ الاوامر هترتاح في اي فيرجن من فيرجنات الاوتوكاد. ادي المستطيل بيقول لك سبيسفاي ذا كورنر، نهايه الكورنر الثاني او الكورنر الاول، قلت له ان او كليكايه شمال كده رسمت الايه المستطيل. طيب عايز ارسم الخطين دول، هقول له لاين واقول له انتر، هيقول لي حدد النقطه الاولى عايز تبدا منين، اقول له من هنا ومن هنا، وعايز اخرج اسكيب واتك مسطره يديني اخر امر انا كنت عامله هنا وهنا، واقول له اسكيب او مسطره فيخرج. طيب عايز ارسم السيركل الدايره اللي جوه ديت، ارسمها منين؟ ممكن اجيبها من هنا كده، او ممكن اكتب سي انتر، يقول لك سي انتر حدد السنتر اوف ذا سيركل، حدد مركز الدايره، فانا هقول له هنا واطلع شويه كده على حسب حجم مناسب مع الرسمه بتاعتي. هاجي هنا كده وارسم الدايره، هو بيقول لي حدد الراديوس بتاعك، يعني ممكن تكتب له دايامتر سيركل سبيسفاي راديوس اوف ذا سيركل، يعني حدد له الراديوس اللي هو نص القطر بتاعك. لا ده انا هاخد شكل مناسب كده، كده رسمت السيركل بتاعتي. عايز اقص اللي جوه ده، الحاجات اللي جوه دي اقصها ازاي؟ ده امر جديد اسمه تريم، تريم يعني اقصص، تي ار ودبل انتر يا جماعه، نركز مع بعض شويه، تي ار دبل انتر، واجي على ده تريم، ده تريم، ده تريم، ده تريم، كده قصقصت الحاجات اللي جوه. عايز اعمل التهشير اللي بره ده، ده امر سهل جدا طبعا، انت لسه واخد لحد دلوقتي امر تريم، تخرج من امر تريم ده كده كده كانسلات، الكوماند بار كله فاضي، كوماند ويندو ده فاضي، واجي عايز اعمل هنا هاتش، هاتش يعني تهشير، فهتك اتش، اضغط اتش واقول له انتر، يقول لك عايز تهشر ايه، دي ولا دي ولا دي، عايز تهشر تيجي كده بقى هشر معاك، تيجي كده تضغط هشر معاك. عايز اغير لون التهشير ده، اخرج من امر هاتش واضغط دبل كليك يظهر معايا، يقول لي الكالر عايز لونه ايه الهاتش بتاعك، انا هقول والله اصفر ماشي. الباترن نيم عايز شكل التهشير يبقى ايه، تضغط عليها كده 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 كده، ويفيد ايه يديك شكل التهشير بتاعك. يبقى انا كده رسمت كبلوك او رسمت كشاف انا عايز ارسمه. في امر عندي اسمه الاو سناب، او سناب، او سناب ده بيحدد لي الحاجات اللي انا عايزها تظهر معايا في الحاجه اللي انا راسمها. يعني ايه؟ يعني هكتب او اس، هقول لحضرتك عايز مثلا اجي اعلم، اقف هنا الاقي بدايه الخط بتظهر معايا، اقف هنا الاقي المنتصف بيظهر معايا، اقف هنا الاقي السنتر بيظهر معايا، علامه خضراء كده بتظهر معايا. هتلاقي هنا في العلامات دي كلها موجود معاك انت عايز ايه اللي يظهر، قال لك الميد بوينت متعلم عليها، ان لو انت عندك خط يبقى نصه معاك،
عندك البريبنديكولار دوت اللي هو الشكل العمودي، تنجنت اللي هو المماس للدايره، نيرست اقرب نقطه، بارل الخط المتوازي، في الانترسكشن اللي هو التقاطع، اكستنشن، الكلام ده كله انت عايز يظهر معاك، ده كله يظهر تمام. فانا هقول له اوكي، تيجي هنا لو انت راسم خط مثلا دي وعايز ارسم منه خط كمان، الاقي هنا ايه بيظهر معايا؟ نص الخط او البدايه بتاع الخط، هنا كده النهايه بتاعته، هنا كده الميد بوينت. افرض مثلا ان انا لغيت الميد بوينت دي الاو اس، اجي هعمل ان تشيك عليها كده واقول له اوكي، وعايز ارسم لاين مثلا، هاجي ابص هنا مش عايز يظهر معايا الميد بوينت، مش عايز يظهر معايا. يبقى الاسناب ده بيوفر معايا ان انا اقعد اكبر في الصوره واجيب نص الخط بالظبط منين والكلام ده كله. ده الاو سناب. لازم ما تيجي تكتب امر يكون الكوماند بار بتاعك فاضي. هرجع تاني اعمل تشيك على الميد بوينت وابدا اظبط. يبقى احنا النهارده عرفنا ازاي اغير في الثيكنس، ازاي اعمل تريم، ازاي السكيل بتاعي اغيره، ازاي ارسم لاين، ازاي دايره، ازاي ريكتانجولر اللي هو المستطيل، ازاي اعمل هاتش، ازاي اغير في خواص الهاتش، ده كله معايا، واعمل اسناب والكلام ده كله. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. ارجو تكونوا استفدتم، وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.